مباشرة إلى القاهرة، وهي أيضا من المحافظات التي شهدت نسبة إقبال عالية وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات. الزميلة لمياء حمدين، زميلة لمياء، ما هي الأجواء لديك؟ صباح الخير عليك رجائي وعلى السادة المشاهدين في كل مكان. نتحدث إليكم الآن من غرفة إدارة الأزمات والرصد بجامعة الدول العربية، وفي لقاء خاص مع السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيس بعثة جامعة الدول العربية التي تتابع عن قرب بمندوبيها ومتابعيها في كل أرجاء محافظات الجمهورية لمتابعة الشكاوى والملاحظات بالجامعة بجمهورية مصر العربية من الجامعة العربية. مساء الخير يا فندم. أهلين، أهلا وسهلا فيك. خلينا نتكلم على أهم الملاحظات اللي حضرتك تابعتيها عن قرب من خلال متابعيك في اللجان المختلفة. الواقع يعني احنا تابعنا منذ امس، وانا تابعت شخصيا مع فريق من الجامعه الانتخابات في مناطق مختلفه من جمهوريه مصر العربيه. طبعا عندنا العديد من الملاحظات، لكن يعني يمكن اهم الملاحظات انه معظم المراكز الانتخابيه يعني كانوا متبعين بالاجراءات اللي قامت بها واللي ابدتها الهيئه الوطنيه للانتخابات. وبهذه المناسبة أنا بحب أشيد بدورهم المتميز اللي قاموا فيه بالإعداد لهذه الانتخابات المهمة الرئاسية، وأيضا خلال الفترة وإحنا على اتصال دائم معهم ومع المستشار رئيس الهيئة اللي منقدر جهودهم ومنقدر جهود القضاء المشرفين على وهذه كمان تسجل لمصر، لأنه دائما إحنا بنقول القاضي مشهور بالنزاهة. وطبعا أنا لفت نظري أيضا أنه في كتير نساء موجودين بمراكز الاقتراع، وطبعا هذا ليس غريب على المرأة المصرية. أيضا مشاركتها بالعملية الانتخابية مشاركة كانت متميزة أمس واليوم منذ الصباح. وأنا يعني زرت كثير من المناطق في القاهرة وفي محافظة القاهرة، وكان كمان لنا زيارة لغرفة العمليات مع معالي محافظ القاهرة، واطلعنا على الطريقة اللي تدار فيها العملية بوجود منسقين من كافة الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية. وطبعا هذا موضوع من المواضيع الهامة. لفت نظري انه كان في حتى استقبال الناخبين بالورود وبالزغاريت وبالأغاني الوطنية الحماسية، اللي طبعا أعطت جو جميل، وهذا موجودة في بعض المناطق في مصر. فطبعا احنا ان شاء الله يعني المشهد اليوم يعني يكون باليوم الثاني ان شاء الله سيكون امامنا كمان بنهاية اليوم ان شاء الله سنكون احنا بالإسكندرية ايضا، وسنزور بعض ايضا المراكز في الطريق للإسكندرية. وغدا ان شاء الله سيكون عندنا لقاء مع معالي محافظ الإسكندرية اللي نتابع مع أيضا بعض المراكز قبل عودتنا للقاهرة إن شاء الله. بما أن حضرتك بتتابعي عن قرب الانتخابات المختلفة سواء نيابية أو رئاسية أو غيرها على مدار سنوات طويلة، أهم الملاحظات اللي حضرتك وجدتيها إيجابية أو التيسيرات اللي موجودة في اللجان الانتخابية، خاصة أن في تواصل بينكم وبين منظمات المجتمع المدني، خاصة أيضا أن أنتوا اجتمعتوا مع يعني الجانبين من مرشحين الرئاسة؟ الواقع يعني في تأمين كبير جدا لدرجة يعني كبيرة، يعني حتى في تشديد كبير على الدخول والخروج، وطبعا هاي تسجل إيجابا لهم. وفي بعض الأحيان يمكن يجد بعض المتابعين صعوبة في دخول بعض المراكز نتيجة للتأمين، وطبعا أنا بلمش الجهات المعنية لذلك لأنه هذه المحافظة على المراكز وعلى حياة المواطنين. لكن طبعا إحنا هذه طبعا من الملاحظات اللي وجدناها إيجابية أيضا وجود قضاء. وفي هذا طبعا وجدنا انه معظم الموجودين اللي من جهات المرشحين من جهه واحده فقط، يعني قليل كنا نجد من الجهه الثانيه في مندوبين للمرشح الثاني. ايضا طبعا وجدنا انه القوائم موجوده والعمليه الانتخابيه تسير حسب الاجراءات والارشادات اللي قامت فيها واللي اعطتها الهيئه الوطنيه للانتخاب للمراكز المختلفة. فبالتالي إن شاء الله يعني تمر هذه غدا أيضا تنتهي الانتخابات بالقرار اللي يتخذه الشعب المصري والذي يريده، ونبارك لهم إن شاء الله هذه الخطوة الهامة في تاريخ الديمقراطية المصرية.
أشكرك في نهاية اللقاء. شكرا جزيلا السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيس بعثة جامعة الدول العربية، وعودة مرة أخرى إليك رجعي. بشكرك لمياء حمدين، طبعا يعني لقاء مهم جدا مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الأستاذة هيفاء أبو غزالة. طبعا دائما ما تكون تقارير جامعة الدول العربية تمتاز بها الحيادية والموضعية. من